اللي انتوا لسه شايفينه قدامكم ده دلوقتي مفيش غير سلاح واحد في العالم يقدر يعمله. سي 6؟ اكزاكتلي. اولا السي 6 سلاح قيم جدا، مش متوفر منه مع كارلوس ورجالته غير كميه محدوده، يعني لازم يستخدموها بذكاء. غركوش موضوع كميه محدوده ده، لانه غاز السي 6 ده ايا كانت الكميه المستخدمه لو استخدمت صح ممكن تبقى اخطر من اي سلاح نووي. يعني ببساطه شديده جدا ممكن يستخدموه في الاستيلاء على اي حاجه هم عايزينها. ثانيا السي 6 لغايه اللحظه دي ملوش اي علاج، ومفيش اي دواء ممكن يعكس تاثيره. يعني في حاله الهجوم عليك انت ما تقدرش تستخدم السي 6 لانك هتضر نفسك زي ما هتضر عدوك. السي 6 ما يفرقش باللي ضربه واللي اتضرب بيه، عشان كده لازم نامن نفسنا. او ده برضو على راس اولوياتنا، عشان كده انا عايزكم تحطوا نفسكم مكان كارلوس وتفكروا لو انت زعيم تنظيم ارهابي دولي خطير ومعاك سلاح بالطريقه دي ممكن تعمل بيه ايه. يلا we have to move fast. مارك انا عايزك تنسق لنا مع زمايلنا المصريين مقابله مع اخطر مسجون في العالم كارلوس، وعايزكم تتحركوا شويه في موضوع الدكتور انوها ده. يس سير. ثانك يو. ما تقلقش يا شريف باشا، ربنا يقوم لك المدام بالسلامة. انت بتتريق؟ انا مش عارف ازاي واحد زيك مستهتر هنعرف نعتمد عليه. مستهتر؟ هي وصلت لنتيجة التحليل زي ما تكون نتيجة تحليلك انت مش تحليل انا. هي نتيجة التحليل ديت ممكن تودينا في داهية كلنا اذا طلعت غير لائق. طمني يا دكتور. زفت، كله زفت. ليه بس كده يا دكتوره؟ ما انا قدامك زي القرد اهو. نزل رجلك حيوان انت. ماله مصدع يا دكتور؟ في ايه؟ في ايه؟ قول ما فيهوش ايه. صدره بايظ من الهباب اللي بيشربه، لياقته البدنيه صفر، صحته النفسيه تحت الصفر، والطبيب النفسي بيقول هو محتاج على الأقل 10 سنين علاج وبعدها يمكن ما يبقاش خطر على المجتمع. طبيب نفسي مين يا عم؟ بس ولا كلمة، مش عايز أسمع صوتك تاني. يعني حالته العامة ممكن تكون سيئة بالنسبة للقرد، بس بالنسبة لبني آدمين صحته معقولة. ده صحته أسوأ من راجل مريض عنده 85 سنة يا باشا. ده واخد من البني آدمين والقرود أمراضهم وبس. يعني غير لائق للمهمة. ده غير لائق للعمل بالتوحيد والنور يا باشا. جرى يا عم الحاج؟ انت جاي تقطع ارزاق ولا ايه؟ ما لو عندك كلمه حلوه قولها. قلت لك اخرس. طب يا دكتور انا عاوز التقرير يطلع انه يقدر يكمل المهمه. مستحيل، انا لا يمكن اتحمل مسؤوليه تقرير زي ده. معلش يا دكتور دي على مسؤوليتي انا شخصيا، لو حصل اي حاجه انا هتحمل المسؤوليه وهوقع على الكلام ده. والله انت حر. يلا مصل عشان عندنا شغل كتير. ما تخرج بقى يا عبده، بقالك ساعه في الحمام. يا خرابي هيجنني هيجنني الراجل ده، مش عارفه بيعمل ايه كل ده جوه. انت كمان بتنيلي ايه؟ وانا هلاقيها منك ولا من ابوكي؟ في ايه يا ماما؟ في ايه يا ماما؟ ما انا قاعده اهو هاديه ومنهمكه ومسالمه للغايه. الله يا حبيبتي، ده انت زي القمر من غير الهبابه دي. يا حبيبتي في اختراع اسمه عدسات. وبعدين بقى هي المشكله في ايه؟ في قعدتك، قاعده لي زي البيت الواقف. مع ان في واحد عريس هيتجنن عليكي نفسه يتجوزك. مين العريس ده يا ماما؟ مين؟ انت هتستعبطي يا بنت؟ هتجننيني؟ ما انت عارفه عاصم ابن اختي. عاصم يا ماما يا حبيبتي، عاصم ده زي اخويا. وايه يعني يا حبيبتي؟ ما انا وابوكي زي الاخوات. هو بيفضل في الاخر غير الاخوه. ماما ماما ما تخلص رأي يا عبده. يا حبيبتي يا حبيبتي نفسي افرح بيكي. ما نفسكيش تتجوزي، ما نفسكيش في راجل يهننك يطبطب عليكي يبوسك. ايه يا ماما؟ ايه يا ماما انت جرالك ايه؟ يا ليه بوسني انا؟ وبعدين مين ده اللي هيبوس؟ عاصم؟
عاصم يا ماما هيقنعني ان احنا نخلف باسلوب التلقيح الصناعي علشان دي طريقه مثيره جدا علميا. ما تخافيش ولا يهمك، قبل الجواز هنقعد معاه واحد كبير ويفهمه على كل حاجه. ايه ده؟ ايه ده؟ ماما ارجوكي مكالمه مهمه جدا، ارجوكي ما تفضحينيش، دي لونج ديستنس. الو يا عبدو، عارف يا عبدو لو ما خرجتش دلوقتي حالا انا هغرق لك الدنيا هنا وانت اللي هتنظف. الو هلو، از ذس دكتور نهى عبد الحميد؟ يس ذس از دكتور نهى عبد الحميد، هو از ات؟ ذس از جون، دكتور باتريكس اسيستنت، كان وي توك؟ يس شور. انا بمثل شركه ادويه هنا. ايه ده، هو حضرتك بتتكلم عربي؟ ايوه بس مكسر شويه. لا لا ابدا، تشرفني يا فندم، اهلا وسهلا. دكتور باتريك كان في القاهره في مؤتمر. أيوة. مع الدكتوره نورا. أيوة. ويحب يقابلك. طبعا يا فندم يشرفني. وينزداي 3 اوكلوك؟ وهو كذلك. او لاتينا؟ وهو كذلك. اوكي اوكي يا فندم، باي باي. مع السلامه. مع السلامه، باي باي. ايه ده، ايه وهو كذلك وهو كذلك؟ يا بنت انت عندك 60 سنه، في حد في الزمان ده بيقول وهو كذلك وهو كذلك؟ ايه يا ماما، ايه يا ماما؟ ايه سيبك بقى، قولي لي مين اللي كنت بتكلميه وهتقابليه فين؟ يا رب يا رب يطلع واحد غريب يا رب. في أم تقول لبنتها كده؟ أيوة. وماله يا حبيبتي، ما نفسي أفرح بيكي. طب يا رب يا رب تطلعي بصاحبة من ورانا وأنا معرفش، يا رب. بصاحبة؟ صاحبة إيه يا ماما؟ إيه الأخلاق دي؟ دي شركة أدوية من أمريكا عايزيني في شغل، مكلميني وعايزين يقابلوني علشان شغل. شغل؟ صدقي بالله إنك فقرية. بقول لك شغل، تقولي لي فقرية يا ماما. يا بنت توكسي بقى، توكسي ما شاء الله بقى يا عبده. ما شاء الله بقى يا بابا. Do you speak English? Perfect. ما هو واضح واضح. Okay, what's your name? My name is مسعد. يا ابني بتقول مسعد ليه؟ ما تقول مسعد. جرايه يا باشا، انت مش عايز انجليزي على حق؟ سيبنا بقى نتكلم بلغة أهل البلد. How old are you? 28 and working في 29 كده يعني. إيه ده؟ بجد؟ أنت عندك 28 سنة؟ والله يا باشا ما عارف، أدينا بنطق حنك. قال لي يعني إيه بنطق حنك باللغة الإنجليزية يا باشمهندسة رضوى؟ باشمهندسة إيه؟ يا ابني أنا ملازم. وإيه الحكاية؟ هو أنا كل ما أقول لحد حاجة من اللي شغالين معاك يقول لي إن أنا رتبة؟ هو ايه، ما عندكمش امناء شرطه في الحكومه يا باشا ولا ايه؟ خليك في حالك. What gender are you؟ ايه ما خدناهاش دي. I mean sex. انا بسالك عن نوعك ايه. هنبتدي بقى التفرقه العنصريه، مني يعني اسمر شويه وكده، هتقعدي توبخيني بالكلام دوت. نوعك ايه يا مسعد؟ يعني انت ذكر ولا انثى؟ مش يعني سلالتك. جرايه يا باشمهندسه، هو انت يعني كده اللي مش بتهنيني؟ هو انا مش مانعلك ولا ايه؟ يا ابني بتعلمك بانجليزي، ما هي سالتك على اسمك وهي عارفاه، اشمعنى دي لفشت فيها؟ هقول لكم ايه بقى؟ انا هقول لكم على كل الانجليزي اللي انا اعرفه. ماي نيم از مسعد، ويلكم تو ايجيبت، ويلكم خواجه، ثانك يو خواجه. يو ونت تو ريد كاملز 50 باوند، يو ونت تو سي بيراميدز 50 باوند برضو. انجليزي ده ولا مش انجليزي يا بتوع الحكومه يا متعلمين؟ يا لما الحكومه تفتح فرع في نزله السمان ان شاء الله. بص يا باشا، انا عندي كشك كده على ناصيه شارعنا، خدوه. ماله ده، في ايه؟ Hello, how are you? Hello, how are you? أهلاً وسهلاً. Hello, أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. عربي. أيوة. I am Fatik and this is my colleague Norma. Hello, hello. Nice to meet you. أنا بتكلم عربي مكسر شوية. لا بالعكس، واضح إن العربي بتاعك كويس جداً. ندخل في الموضوع. يا ريت، أنا أفضل. إحنا هنا في مصر في مؤتمر. وكنا عايزين نستغل الفرصة ونطلب منك انك تيجي تشتغلي معانا في شركة الأدوية بتاعتنا. ده فين؟ في مصر هنا يعني؟ حطتنا نفط في مصر بعد من كذا سنة، بس شغل دلوقتي في أمريكا بس. آه
طيب ده كويس جدا يعني، بس الحقيقة يعني أنا مضطرية أسأل السؤال المعتاد يعني why me يعني اشمعنى أنا؟ دكتورة نوها احنا جالنا ريكومنديشن كتير جدا عليكي من بروفيسورز كانوا بيشتغلوا معاكي في هارفارد. بروفيسورز فروم هارفارد زي مين؟ زي دكتور باتريسون وبروف جاردويل. These are very big names يعني اسامي كبيره جدا من البروفيسورز يعني، بس يعني let me see if I can express myself a little bit more. يعني انا عندي استفسار، انا دوري هيكون ايه بالظبط؟ باحثه. انا هنوفر لك كل اللي انت بتطلبيه من امكانيات ومعامل، وفي المقابل هنملك حقوق استغلال الابحاث بتاعتك والاطلاع على النتائج اللي انت بتعمليها. وطبعا لو انت اوريدي عندك ابحاث اشتغلتي عليها. This can be very useful to us. Certainly if you agree to allow us to check them out. If you got what I mean. Yes certainly I did. طيب يعني انا برضو ما زلت في حيره يعني ايه طبيعه الابحاث دي؟ اي ابحاث؟ احنا ناكد لك ان احنا هنوفر لك كل طلباتك. اي ابحاث؟ دكتوره نوها، وي بيليف ان ساينتفك ريسيرش ان جنرال. جنرال. Anyway احنا مش عايزين نضغط عليك كتير، عايزينك تاخدي راحتك في التفكير وترجعي علينا بعد ما تفكري. تعالوا دلوقتي عازمكم على العشاء. الأكل هنا في مصر very very delicious. طبعا طبعا أهلا بكم في مصر طبعا. شكرا.